وقته منه، وفي هذا اليوم سيهان. وكما يقال عند الامتحان يعز المرء أو يهان، عند الامتحان يعز المرء أو يهان. أيها الأحبة، تلك السنة التي يعيشها الطالب المجتهد وغيره هي الدنيا بالنسبة لنا. نحن الآن في ابتلاء، نحن الآن في امتحان. ربكم يقول لكم الذي خلق الموت والحياة، لماذا يا ربنا خلقت الموت والحياة؟ لماذا أحييتنا وكتبت علينا الموت؟ وفي يوم من الأيام سنموت وسندفن كما يدفن هؤلاء وكما دفن هؤلاء. لماذا؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شكون اللي العمل ديالو أحسن وشكون اللي دون ذلك؟ أخي الحبيب، يقول سيدي وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وهيما أنفقه. أقف مع أخي الحبيب عند السؤال الأول وربما حتى الثاني: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا العمر أيها الحبيب، هذه الأيام، هذه الأسابيع، هذه الشهور، هذه السنوات التي عشتها وأعيشها معك، سيسألنا ربنا عن اللحظة والأخرى أين قضيناها. هل قضينا أعمالنا في طاعة الله أم في معصيته؟ عن عمره فينا أفناه، أين أفنيت عمرك؟ ربك أكرمك، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك العقل، أعطاك اليدين، أعطاك كل شيء، وأنعم عليك وأصبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة. فنحن الآن نتقلب في نعم الله عز وجل، وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن الآن نتقلب في نعم الله عز وجل، لكن ماذا قدمنا لله؟ هذا هو السؤال. على كل واحد أن يطرح على نفسه هذا السؤال: أنا سأموت. مش كاين شي واحد فينا الآن يقول أنا ما نموتش؟ اللي يقول أنا ما نموتش يهدي. مش كاين شي واحد يستطع يقول أنا ما نموتش؟ حتى واحد ما يستطع يقول هذه الكلمة، وحتى واحد ما يستطع يعتقد هذه العقيدة. هذا الله يرحم الوالدين، جلسوا الشرفة يسأل عليكم. صحيح، كاين ناس كفروا برسول الله، كفروا بدين الله، كفروا بالله. كاين ناس قالوا الله ما موجودش، ما كاينش. هاد الناس اللي قالوا الله ما كاينش ما استطعوش يقولوا الموت ما كايناش، مفهوم؟ الناس اللي وصل بهم الكفر الى درجه انهم قالوا الله ما موجودش، هؤلاء ما استطاعوا ان يقولوا الموت ما موجودش. يخبر الله عز وجل عنهم في كتابه وهو يقول: وقالوا، اي هذا الصنف من الناس، سابقا كانوا يسمون بالدهريين، وامتد هؤلاء الدهريون عبر التاريخ إلى أن سموا في واقعنا بالشيوعيين والاشتراكيين. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا فلا حياة أخرى. فهم يكفرون بالآخرة. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. لاحظ معي، ما هي إلا حياتنا الدنيا، زيد عمل،
نموت ونحيا. اعترفوا بالموت أم لا؟ الله عز وجل كفروا به وأنكروه، لكن الموت ما استطاعوا أن ينكروه، بمعنى أنه شيء حتمي ضروري. فإذا كان كذلك، إذا كان الموت ضروري ولا يستطيع أحد أن يفر منه، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشرشرة. الفراعنة كانوا داخل قصورهم، الحرس حولهم، الآليات والكاميرات ووسائل التجسس. تبغي تقول دبابة ما استطاع تمر بلا ما تسرق، لكن الموت جاء وأخذهم من هناك. جاء ملك الموت بأمر من الله عز وجل وأخذ أرواحهم هناك، فلا أحد يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه أبدا. إذا كان كذلك فماذا بعد الموت أيها الأحبة؟ ماذا بعد هذا اليوم بالنسبة لهؤلاء الموتى؟ وماذا بعد يومنا نحن؟ فكما حملناهم سنحمل، كما غسلناهم سنغسل، كما كفناهم سنكفن، كما دفناهم سندفن، كما عزينا فيهم سيعز فيهم. فماذا بعد الموت؟ فهناك مواقف يوم القيامة لن نمر منها حتى يسألنا ربنا يا فلان أين أفنيت عمرك؟ عشت سنوات متعددة، ربما 60 سنة، ربما 70 سنة، ربما أكثر، ربما أقل، وفي الناس من عاش 100 أو أكثر من السنين. فأين قضيت وأين أفنيت هذه السنوات؟ هذا العمر كله أين؟ فإذا كنت أخي الحبيب أفنيت عمرك راكعا ساجدا، ذاكرا لله، تاليا لكتابه، مصليا على نبيه، فاعلا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ما رأيت وجها من وجوه الخير إلا وطرت إليه ووضعت بصمتك هناك. إذا كنت كذلك هنيئا لك، هنيئا لك. وكل واحد منا بإنصاف، كل واحد منا الآن يعلم ويعرف نفسه. وإذا جاء في الحديث من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد نفسه أنه يفعل الخير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموت أيها الأحبة هي موعظة حقيقة. الموت ماشي موسم، للأسف احنا الآن صيرنا الموت موسم، رجعتنا الموت بحال العرس، البقار كتتباع والزرود كتتهيا، وسائل ديال الفرح كتقام. لا، ليس هكذا. الموت في الإسلام حزن، الموت في الإسلام مصيبة، سماها الله تعالى مصيبة. الموت جرح يتعرض له صاحب أصحاب الميت. إذا سيسألك ربك أين أفنيت عمرك، قدم العمل تعطيه حساب. ما تدش، كاين واحد الموقف ما تدش منه. سمحوني إذا أعطيتكم هذا التنظير أو هذا التمثيل، هذا بحال واحد البراج، كاين دراك ولا أمن ولا جماريك ولا كذا، كاين واحد البراج، السلاسل ممدودة نعمت، الحواجز واقفة، أجي شد اليمين، أرى الوريقة السيارة، أرى الوريقة الهوية ديالي، شكون أنت، شنو حامل، شنو كذا إلى آخره. حتى كتعطي التفاصيل كاملة، إذا كنت سالما تفضل العمل، مر زيد. إذا كان عندك مشكل دوز لهاد الجهة، كاين إجراءات وكاين وكاين إلى آخره. الموقف لنعلمه شبيه بهذا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفناه. لا تراجع حساب ديالك،
السنة الفلانية في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني في كذا فعلت كذا وكذا وكذا من خير أو شر. ما تقولش أنا نسيت. إذا نسيت أنت هل ربك ينسى؟ وما كان ربك نسيا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب. خذ اقرأ وتقرأ تجبر كل شيء. ما استطعش أنا ولا أنت معك، ما استطعت واحد يكتب شي حاجة يقول خبي هذه، هذه مدرقة هذه خليها مخبية، ما نكشفهاش ما نفضحهاش. لا كلش مخبي كلش معروف. جوارحك تشهد عليك، جوارحك تشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى الإنسان يبدأ يلوم جوارحه، يلوم جلده الذي يشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ جلدك يتكلم ينطقه الله ويشهد عليك، أنت تلومه يا جلدي أنا من أجلك فعلت كذا وكذا لماذا تشهد علي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله عز وجل في ذلك اليوم ينطق الجمادات، الجمادات نعم تتكلم، ينطقها الله وتشهد عليك أو لك. إذا كنت من أهل الخير تشهد لك بالخير، تشهد لك بالصلاح، وإن كنت غير ذلك من أهل الشر تشهد عليك بالشر. واقرأوا قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. تدبر أخي الكريم، تدبر قليلا هذه الآية وفي هذه الأحداث التي ستقع. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تفكر معي اش كيوقع؟ شي هزة أرضية بسيطة في الدنيا اش كيوقع؟ الدور كتقلب، الموازين كتقلب، العمارة ما نعرف قدا قداش كتطيح كتغوص في الأرض، الأرض تتشقق، الجبال، الصخور. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فكل ما في داخلها ونحن من ذلك نخرج. وأخرجت الأرض أثقالها نخرج، نتساءل ماذا جرى؟ ماذا وقع؟ لماذا الأرض تشققت؟ لماذا الأرض تزلزلت؟ ما المشكل؟ ماذا يحدث؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ ما الأرض؟ يومئذ يوم تحدث هذه الحوادث، يوم أتساءل أنا وأنت ماذا يجري في ذلك اليوم. يومئذ تحدث أخبارها، شكون هذه؟ الأرض. الأرض تحدث أخبارها. فما هي أخبارها أيها الأحبة؟ هذا السؤال سأله الصحابة لرسول الله. قالوا يا رسول الله ما أخبارها؟ يا رسول الله ما أخبارها؟ قال تشهد على كل عبد وعلى كل أمة ماذا عمل عليها. تشهد الأرض، التراب، الأحجار، ما في الأرض يشهد على كل عبد وعلى كل أمة ماذا عمل عليها. يا رسول الله ما أخبارها؟ قال تشهد على كل عبد وعلى كل أمة ماذا عمل عليها. فإن صليت على بقعة في الأرض ستشهد لك أمام الله أنك ركعت وسجدت عليها. فإذا واسيت مسكينا بصدقة أو بزكاة في بقعة من الأرض ستشهد لك. إذا فعلت أي نوع من أنواع الخير على بقعة من بقاع الأرض ستشهد لك. وإذا ذهبنا للجهة الأخرى
ومن فعل معصية على بقعة من بقاع الأرض ستشهد عليه. من زنى، من سرق، من شرب الخمر، من تناول شيء من المخدرات، من ارتكب معصية من المعاصي، لا تقول فعلته في سنة كذا وكذا وقد مرت السنوات ومرت العقود وانتهى كل شيء وأصبح منسيا. لا، الآن تستحضره، الآن الأرض ينطقها الله عز وجل وتشهد عليك، فتجد نفسك محاصرا من كل جانب، لسانك يتكلم، عينك تشهد، أذنك تشهد، رجلك يشهد، يدك تشهد، جلدك يشهد، الأرض الذي مشيت عليها تشهد، فإلى أين تمشي؟ وربك يقول لك حاسب نفسك لنفسك، هذه أكبر حجة. أنا ما نحاسبكش، أنت حاسب نفسك. هكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويتساءل الناس ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هناك ما فيه ظلم، هنا قد تظلم، قد تتعرض للظلم، قد يضيع حقك، قد يضيع مالك، هنا قد تظلم، لكن هناك لا تظلم. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، إذا ضاع حقك هنا ستأخذه هناك. وعن عمره فيما أفناه، وفي رواية وعن جسمه فيما أبلاه، رواية فيها وعن جسمه فيما أبلاه، يعني هذا الجسم، هذه الطاقة، هذه الحيوية اللي الله عز وجل متعك بها وأكرمك بها، هذه العوينات العمل كاين الناس اللي محرومين منها ولا لا؟ هذه العوينات كاين الناس اللي محرومين منها، ما عندهمش الشعاع ديال الشمس، ما استطاعش يشوف، شعل الضوء في البيت ديالو ما يشوفوش، محروم من هذه النعمة. لكن أنت أكرمك الله عز وجل بنور البصر، إلى أين كنت تنظر به يا عبد الله؟ هل كنت تنظر إلى الخير أم إلى الشر؟ هل كنت تنظر في المصحف وأنت ترتله؟ هل كنت تنظر إلى الخير وتفعله؟ أم كنت تنظر إلى المسلسلات وأفلام العري وأفلام الدعارة والمصائب؟ أم كنت تنظر به إلى عورات النساء في الشارع؟ إلى أين كنت تنظر ببصرك؟ ستجيب. الله عز وجل أعطاك سمعك، هذه الأذن، سيسألك ربك ماذا سمعت بها؟ هل سمعت بها الخير أم الشر؟ هل سمعت كتاب الله بها، كتاب الله وهو يرتل، وسمعت المواعظ والخطب والدروس واستفدت وانتفعت؟ أم كنت تسمع بأذنك إلى الأغاني، إلى المنكرات، إلى المصائب؟ هذا الأنف الذي أعطاه الله عز وجل لك، ماذا شممت به؟ ماذا استنشقت به؟ في الناس أيها الأحبة من يستنشق به المحرمات، وفي الناس من يستنشق به الطيبات. هذه الأرجل إلى أين مشيت بها؟ هذه الأيدي إلى أين ماذا بطشت بها؟ وهكذا في جوارحك، نطفتك أين وضعتها؟ أفي الحلال أم في الحرام؟ جوارحك كلها أيها الحبيب، سيسألك ربك عنها فيما أبليتها. هل ترون، هل تتفقون معي إخواني أننا محافرون؟ أننا ما عندنا فين نمشي؟ أننا ما عندنا فين نفروا؟ الفرار إلى أين نعمل؟ للشرق أم للغرب؟ لله، ففروا إلى الله. قاعدة أن كل شيء خاف منه الإنسان إلا ويفر منه،
خفت من شي حاجه كتهرب منها ولا لا؟ الا الله. فمن خاف منه هل يفر اليه ام منه؟ يفر اليه. ففروا الى الله، الفرار الى الله عز وجل. لذا ايها الاحبه لا ينفعنا، لا ينفعنا شيء الا ان نفر الى الله عز وجل. واخيرا اوجه نصيحتي واستسمح للشباب بالخصوص، لاني ارى امامي الكثير من الشباب، اوجه نصيحتي للشباب بالخصوص، مع العلم اني لا اقصد احدا بعينه ولا اتهم احدا بعينه، وانما هي نصيحه اقدمها لاخوتي ولاحبابي. ايها الشباب، ارى في الحديث يقول سيدنا رسول الله وعن شبابه فيما ابلاه، ستسالون عن العمر عموما وعن الشباب خصوصا. علاش؟ لان انت ايها الشاب تتمتع بطاقه لا يتمتع بها الشيخ الكبير. الشيخ الكبير ضعف جسمه، ضعف بصره، ضعف سمعه، دودب ظهره، سقطت اسنانه، بيض شعره، ضعف جسمه، لكن انت قوي، انت في سن الحيويه، في سن العطاء. فماذا اعطيت؟ ماذا اعطيت لدينك؟ ماذا اعطيت لامتك؟ هل اعطيتهم الخير ام الشر؟ للاسف ان الكثير من الشباب يجرون وراء الفتيات في الشوارع، ويعيشون في المقاهي امام شاشات الحاسوب، يستمتعون بافلام المصائب، يعيشون مع المخدرات، يعيشون مع الخمور، يسبون دين الله، يسرقون اموال الناس. لا يا اخي الشاب،